خوتي الأعزاء، خليكم معايا باش غادي نديكم تشوفوا قطعة أرضية وغادي نعطيكم معلومات وكل شيء بالتفاصيل. هذه منطقة النيغرو، الدخلة ديالها على عليين. هذه الدخلة ديالها خليكم معايا في الفيديو خوتي باش غادي نمشيو نصوروها، نعطيكم معلومات وكل شيء بالتفاصيل. هاي جماعات عليين، الدخلة ديالها من هذا الاتجاه هذا، خليكم معايا في الفيديو. هذه هي الدخلة ديالها من هذا الاتجاه. الناس اللي كيوصيونا على الاراضي فلاحيه، اليوم جبتكم واحد قطعه ارضيه دور منطقه كامله وما تلقاش في هذا الثمن. الثمن جد مناسب، ثمن همزه واحسن موقع في المنطقه، والارض محافظه بجميع الوثائق القانونيه ديالها. جات ما بين مارينا سمير وما بين فنيدق، قريبه كيلومتر على الطريق الرئيسيه. السلام عليكم خوتي العزاز، كنتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. كنشكركم على التتبع ديالكم معنا في قناه ايموبيلي طنجي. كاين واحد قطعه ارضيه مساحه 5 الهكتار ونص عند الطريق من فوقي، ثلاثه ديال الاتجاهات. عند الاتجاه فوقي في كاين وقفه السياره، ياك فين وقفه السياره، وعند هذا الاتجاه هذا، وعند الاتجاه ديال الليهن من ديك الصريده الضو من الليهن. خليكم معايا خوتي باش غادي نشرح لكم معلومات كلشي بالتدقيق والتفاصيل. هاد الارض فيها الثمن مناسب، والارض صحيحه محافظه تتريه بجميع الوثائق القانونيه ديالها. الدنيا غزاله ما شاء الله وتبارك الله. هنايا بغيتي تحفر شيبر منطقه فيها الماء، الارض محافظه، الوريقات ديالها مريقلين، وجات قريبا الطريق، موقع رائع والثمن جد مناسب فيها. الثمن ديالها خوتي العزاز 160 درهم للمترو. الارض محافظه قلنا 160 درهم للمترو، كتمشي هيدا صحيح، غيكون فيها واحد 5 الهكتار ونص. ها الطريق الاولى، الطريق الاولى. الطريق الثانيه راه هي فين وقفه السياره، في كاين هذيك البقره، هذيك الطريق الثانيه. والطريق الثالثه من ديك الاتجاه راه هو اللي نخليكم معاه، من ديك الزر فين كاين هو هذيك الشجره، كاينه الطريق دايزه من تما، فهمتي؟ يعني كتمشي من تما على الشارع وكتعود هيدا. خوتي العزاز الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذا الفيديو باش تساعدوا العائلات الاصدقاء ديالكم للنوع العقار اللي غيناسبهم يعجبهم ان شاء الله. هذه الهامزه دور منطقه كامله، ما تجبرش بهذا الثمن هذا. هذه منطقه العليين، الدخله ديالها على النيغرو، قريبا بحار، موقع الدنيا غزال، الهدوء، صوت العصافير، منظر بانورامي. شوف 5 الهكتار ونص، الارض محافظه، يعني هذه القطعه كما شفتوا، هذه القطعه الاولى، وهذيك راه هي حتى هي داخله فيه. شوف 5 الهكتار ونص، حتى هذيك راه هي من ديك السياره ومن فوقي حتى هي داخله فيه، يعني من ديك الطريق راه هي، ديك الخضوريه راه هي فين هي، حتى هذيك داخله فيها، حتى ديك الارض داخله فيها. قلنا الثمن 160 درهم للمترو، الارض محافظه تتريه بجميع الوثائق القانونيه ديالها. ها هي الطريق، ها الطريق اخوتي، الارض التربه ديالها صحيحه مبني، بغيتي تمشي كوري دبقار هنايا. الدنيا مخيره، منطقه العليين غنيه عن التعريف، الهدوء كان، الناس من المنطقه الله عمرها دار، الناس مزيانين في هذه المنطقه، ما تجورش معاهم مشاكل، فهمتي؟ الناس ديال الخير في هذه المنطقه. هذه انا قلت لك تعمل شي كوري، تعمل شي فيلا واعره، تعيش الحياه السعيده هنا. شو على المناظر هنايا، ها انا اخوتي الاساس، ها شو، خليكم معايا باش غادي نوضح لكم معلومات اخوتي. الارض كما كتعرفوا مع الوقت الثمن ديالها كيتزاد، اللي بغى يفوز بهذه القطعه الارضيه هذه مع الوقت تبيعها بملايير صحاحين. ها انا خوتي، عرفت شي كوريد الدجاج هنايا، شي كوريد الغنم هنايا، وتعمل البقر، شي فيلا واعره، تعيش مخير مع راسك هنايا. الربع تبارك الله بالشتا اللي طاحت، تحفر شي جوج دبير هنايا، تعمل شي فيلا على اتجاه هذا الطريق من فوقي. الدنيا مخيره هنا، مساحه 5 الهكتار ونص داخل فيها، حتى ديك الارض هذه كامله ارض، هاي هاي. وكاينه الطريق تما، شوف هذيك الاتجاه راه هو فين وقفه الطوموبيل، هذيك الطريق،
وباقي فين واقفة الطوموبيل، فين واقفة السيارة، فين واقفة السيارة من فوقي حتى هذيك، عاوتاني الأرض تاهي محسوبة عليها. هاهي في كاينة الطوموبيل، فين واقفة الطوموبيل من فوقي، هادي كاملة أرض أخوتي كيما لاحظتو شتي، ها كاملة كاملة أرض هادية. الثمن ديالها 160 درهم للمترو، قريبة كيلومتر على الطريق الرئيسية اللي كتربط ما بين تطوان وما بين السبتة. الأرض محافظة بالقوانين ديالها، كل شي ديالها. الأرض هي هادي، موقع رائع. الأرض جات قريبة للطريق الرئيسية وقريبة جميع المرافق العمومية، الضوء قريب ليلة، قريب من هاد المنطقة. كنسجل مباشرة، ما كاينش الضجيج، الهدوء كان، الطبيعة، الدنيا غزالة تبارك الله. ها بقيرس كيرعاو، بقيرس كيرعاو، نعم سيدي، الهدوء كان. تعمل هنايا مثلا شي جوج د فيلات، شي جوج د الناس مثلا يتشاركو فيها، يكونوا متفاهمين مع بعضيتهم، تبني شي سكنة مبرعة هنايا، كوري الغنم، الحياة السعيدة، الطبيعة، الهدوء وكان. البقر تبارك الله كيعطيو الحليب. هذه الأرض المشروعة أخوتي كما لاحظتوا معايا، ها تعمل البير ديالك تما، وتعمل شي موتور تما كيطلع الماء، مبير الدنيا مخايرة. خليكم معايا، الحد ديال ديك الشجر راه هما فين كاينة، نتينا عود. طبعا اخوتي العزاء، شي واحد معقول مرحبا، غادي نعملو موعد وغادي نجيبك وغادي نوريك الحدود كاملة ديال الأرض. عجبتك الأرض غنلاقيك مع مولاه، غادي تفاهمو في التمام، تمشي عند النوطير تسدي الوريقات ديالك، الله يسهل عليك. ها الطريق كما لاحظتو، قطعة أرضية هي هادي، عندها ثلاثة ديال الطرقان، وهاد الأرض هادي تاهي محسوبة عليها. هاي السيارة كما لاحظتو داخلة، كاميون من هنا تبارك الله تدخل، هادي كاملة أرض. ها انا اخوتي العزاز، ها هادي كامله ارض محسوبه عليها كما لاحظتوا، الارض جات واطيه، الفصاله ديالها مخيره، التربه ديالها مخيره، صالحه نبني، صالحه للفلاحه، الضوء قريب ليلة، منطقه غنيه، غنيه بالمياه تبارك الله. الفصاله ديالها جات مزيونه، مربعه كامله، مربعه من زاوية أخرى، يعني من اتجاه آخر. دابا حنا كنا كنصورو في اتجاه آخر، دابا جينا بالعكس. كما لاحظتوا أخوتي، الأرض عندها ثلاثة ديال الطرقان في موقع مخير، أحسن موقع في المنطقة، والأرض صافية في حدها، محافظة بتترية بجميع الوثائق القانونية ديالها، جات واطية، فصالة ديالها مربعة وجات مطلوقة، ما فيهاش التكركب والحجار والخندق، جات فصالة ديالها مخيرة، واعرة واعرة. شي مشروع مزيون يجيك هنايا، اللي بغى يفوز بهاد قطعة أرضية مرحبا خوتي. غادي نخليكم الرقم ديال الهاتف فيه الواتساب، نعملو موعد، طبعا كلشي كيمشي غير بموعد، نعملو موعد ونجيبوك تشوف الأرض، وما يكون غير الخير إن شاء الله خوتي. شوف إذا كانوا مثلا شي جوج العائلات يتشاركوا فيها، شي جوج الخوت يقسموها مع بعضيتهم، راه ملك الزوم، غادي نقرب لك تشوف. يعني الارض اخوتي فيها منطقه فيها السكان، ماشي جات في الخلا ولا هذه بعيده، راه ملك الزوم. ها الديور تبارك الله، الحومه عامره، قريبا المسجد، قريبا المرافق العموميه، قريبا مدرسه، مدرسه دوزنا عليها كما لاحظتوا،
منطقة فيها السكان الأغلبية كاين جالية عايشين هنايا، ديور على شكل فيلا تبارك الله، منازل فخمة كما لاحظتوا، الدنيا كاملة خضورة طبيعة، هاد المناظر دايما فيها الديكور واعر شتا وصيف. هانا خوتي ايوا الداخلة ديال المينا، قريبا المينا معروف الداخلة د عليين، انا وريتكم بلاكة صورتها لكم، هادي منطقة خوتي وقريبا قريبا كاستيو خو 10 دقايق 11 دقايق من السبتة بالسيارة، 11 دقايق من السبتة قريبا اوتوروت طريق السيار، قريبا بزاف ديال البحورة اللي كاينين، كاين كابو نيغرو، كاين مرتيل، كاين قريبا مارينا سمير، فنيداق، قريبا بحر. الدنيا غزالة تبارك الله خوتي. ها هادي الطريق اللي جينا منها، يعني قطعة أرضية هي هادي، هادي الحدود ديالها مع هاد الزرب، هذا كتجي هايدا وكتمشي نيش، قطعة أرضية هي هادي في هاد الاتجاه هذا. الضو كيبقى قريب ليلة. أنا خوت أنا وضحتكم واحد 90% ديال الصوت والصورة، يعني اللي عنده الغرض وعنده الغرض شراء، أنا قلت لك نجيبك تجي تشوف الموقع نوريك الأرض وما يكون غير خير إن شاء الله، ولكن أنا أكيد غادي تعجبك هاد الأرض هادي مخيرة.